حل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار والتي رحلت عن عالمنا عام 2017. الفنانة كريمة مختار رحلت تاركة إرثا فنيا مليئا بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. رحلت عن عالمنا بجسدها، ولكن ما زالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها. إنها الفنانة القديرة كريمة مختار التي ولدت في القاهرة باسم عطيات محمد البدري. حازت كريمة مختار على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال في الإذاعة، ولم تستطع العمل في السينما في البداية حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش. شاركت في بطولة العديد من الأفلام بشخصية الأم بكافة تنويعاتها، ومن أفلامها الحفيد، رجل فقد عقله، والليلة الموعودة، وسعد اليتيم، وساعة ونص، والفرح. كما أدت كذلك شخصية الأم في الدراما التلفزيونية، من مسلسلاتها البخيل وأنا وزهرة وأزواجها الخمسة ويتربى في عزه. رحلت الفنانة كريمة مختار عن عالمنا عام 2017 تاركة إرثا فنيا مليئا بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.